اهلا بيك على شاشه الاهلي وفي برنامج السادسه. اهلا وشكرا لحضراتكم لدعوتي للحضور معكم. بدايه نحب نطمن منك على التطورات او الحاله الصحيه لاحمد حسن كوكا مهاجم اولمبياكوس اليوناني، بعد طبعا ما صدر بيان من النادي بياكد غيابه عن الفريق لنهايه العام بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا. نعم، جمعتي الماضية أعلن اتحاد الكرة اليوناني أن حسن لن يلعب حتى نهاية العام، وهو حاليا في منزله في اليونان وصحته عامة صحة جيدة، ولكنه عليه أن يستعيد قدراته البدنية حتى يستطيع اللعب لعام 2021. إلا أننا لا نتحدث في كل الأحوال عن حالة إصابة شديدة، وهو نحن الآن يعني هو الآن محجوز في البيت على سبيل يعني الراحة أكثر من الإصابة لحسان كوكا. بشكل عام يعني إصابات الكورونا إزاي بتأثر على النشاط الرياضي وعلى المسابقات الرئيسية في اليونان، وهل اتكررت في الأيام الأخيرة خصوصا في فريق أولمبياكوس؟ في الأولمبياكوس بخلاف حسان كوكا هناك برونو وهو لاعب برازيلي أصيب أيضا، وحتى نهاية العام هو أيضا لن حتى نهاية عام 2020 لن يقدر أن يلعب. وفيما يخص الكرة اليونانية هناك بروتوكول خاص، حيث إذا كان للفريق ثلاثة إصابات لا يمكن للفريق النزول إلى أرض الملعب، وبالتالي سوف يتم تأجيل المباريات، ولذلك تم تأجيل العديد من المباريات. ومثل حالة حسن كوكا أو برونو على سبيل المثال، هناك فرق لم تطلها الإصابات، وبالتالي نأمل جميعا أن يرجعوا جميعهم إلى الفورمة، لأن الكورونا فيروس الآن ما زال يعني خطر في اليونان، وهناك حظر تجول، ونتمنى أن لا يكون لذلك أثر شديد على الكرة اليونانية. كوكا بيعتبر واحد من العناصر الأساسية اللي شاركت بشكل كبير مع فريق أولمبياكوس في الموسم الأخير، إزاي بتشوف غيابه عن الفريق لنهاية العام وتأثيره على خط هجوم الفريق، وهل في بدائل جاهزة أنها تشغل مكان كوكا في الفترة الحالية ولا لا؟ حسن كوكا بالنسبة للأولمبياكوس هو مهاجم ممتاز للدور المطلوب منه، وبالتالي حسن الباك اب كذلك ليوسف العربيم وهو لاعب تونسي. وفيما يخص الكرة بتاعت نادي أولمبياكوس، أن يكون لدينا المهاجم المركزي مثل حسان، غياب مثل حسان هو شيء شديد الأثر، وبالتالي لمدة شهر كامل على النادي أن يعني أن يلعب بمهاجم واحد مثل العربي، وهو إن كان مهاجم قوي إلا أنه عمره 34 سنة، وبالتالي لا يمكن أن نعرف إلى متى يمكن أن تستمر مثل هذه الحالة. ومن هنا يمكن للمدرب أن يحط فورتونيس أو لاعب آخر، ولكن عامة الوضع حاليا حاد شديد. في بعض التقارير الصحفية اللي كانت بتتكلم أنه إدارة النادي نادي أولمبياكوس يمكن بتفكر في التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض غياب كوكا لنهاية العام، إيه هي مدى صحتها ومين هم أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق اليوناني؟ أولمبياكوس حتى الآن لن يدخل الميركاتو فيما يخص استعادة حسن كوكا، لأن حسن هيرجع في يناير، وبالتالي النافذة التي ما تزال مفتوحة، يعني احنا عشان نوصل للميركاتو ده في يناير هيكون هو ان شاء الله رجع في بداية يناير للملعب، وبالتالي ليست هناك يعني حتى الآن إشاعات حول هذا الأمر عن الاستعادة عن حسان أو استبداله بآخر حتى أن يستعيد صحته. غياب كوكا يأثر على فرص أولمبياكوس في المشاركة في مسابقة اليوروبا ليج الموسم الحالي، خصوصا انه يعني بينافس او بيصارع على المركز الثالث في مجموعته مع اولمبيك مارسيليا الفرنسي، وخصوصا طبعا بعد ما
خسر الاثنين فرصة الصعود لدور ال 16. الأولمبياكوس يوم الأربعاء سوف يواجه فريق بورتو في آخر مباراة لهم، وسوف يذهب إلى اليوروبيان ليج فقط إن حصل على نتائج أفضل أو مساوية لنادي الأولمبيك مار دو مارسي، حيث أن أولمبيك دو مارسي كسب المباراة الأسبوع الماضي، وفي هذه اللحظة العربي هو على مستوى يعني جيد، ولكن وبالتالي نرى أن غياب حسن لن تكون ذات الأثر السلبي، ولكن الأولمبياكوس يصبو إلى الوصول إلى اليوروبيان ليج، ومن هنا إلى فبراير سوف يكون العربي وحسن كوكا إن شاء الله على أفضل مستوياتهم، وهذا ما نأمله. طيب خليني أتكلم برضو على بعض التقارير، يعني في بعض الأنباء اللي وردت بتتكلم على أنه عمرو وردة تعرض لاعتداء من جانب بعض جماهير فريق أولمبياكوس، وده كان خلال مشاركته في تدريبات الفريق اللي بيلعب بيه فريق فولوس، وده بسبب انه كان عمرو بيلعب قبل كده لنادي باوك سالونيك اليوناني. ايه صحيحه الاخبار، ايه صحه الاخبار دي، مدى صحه الاخبار دي؟ هنا الحقيقه يعني هي بين البينين، لان في التدريب يوم الجمعه السابق واردا قال انه تم يعني هوليغان يعني قام يعني بالاعتداء عليه، ولكن النادي نفى مثل هذه المعلومة وقال أن الاعتداء كان مع أشخاص آخرين وليس مع اللاعب. وردة هو لعب للباوك لسنين طويلة، وإن كان هناك بين باوك وأولمبياكوس يعني تنافس شديد، وذلك أيضا بالنسبة للحصول على الكأس لأنهم هم الفريقان الأكثر شعبية في اليونان، وبالتالي لن يعني محبي الفريقين لن يخسروا فرصة للتنافس ولإظهار هذه الروح، روح حب لفريقهم. يعني بيهمني اعرف رايك بشكل شخصي، يعني تقييمك لنجاح تجربه اللاعبين المصريين في الدوري اليوناني. طبعا احنا بنتكلم على كوكا وعمرو ورده من الجيل الحالي، لكن سبقهم اسماء كثيره جدا قبل كده، وايه رايك او ايه هي فكرتك عن احتراف اللاعبين المصريين وانتشارهم في الانديه اليونانيه؟ اللاعبين المصريين هم فرصة كبيرة بالنسبة للكرة اليونانية، لأنه قبل كل شيء جغرافيا هم ليس بعيدين، وثانيا المباراة يعني المنافسة اليونانية هي خطوة يعني تعتبر خطوة إضافية للاعبين، ومثلا هناك من لعبوا للأولمبياكوس إلى السكاوتينج المطلوب، وبالتالي تم ضمهم لفرق أكبر. الأولمبياكوس عنده سكاوتينج كبير بالنسبة للفرق المحلية وكذلك دوليا، وبالنسبة للاعبين المصريين وللشمال أفريقيين على وجه العموم حين أن يكون لعبوا للدوري اليوناني هذا يحملهم إلى أبواب أو إلى نافذة أكبر نحو الدولية ونحو أوروبا. إنزو نافارا الصحفي اليوناني بموقع كالتشو جريك، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى التواصل معنا على شاشة الأهلي.